مرحبا بك المتابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. شاركت مبارحة قمر الطائي فيديو جمعها مع رغدة كيوميجيان بعنوان أسئلة وأجوبة محرجة، واللي تم تصويره بالأردن قبل فترة وقت تواجد قمر هناك، واللي حمل عدة مفاجآت وتصريحات جديدة، من بينها سؤال قمر لرغدة واللي كان عن علاقتها مع وسام قطب وهل ممكن تتحول لشيء أكبر من الصداقة. لترد رغدة بأنهم مجرد أصدقاء منذ سنوات وما راح يتغير هالشي أبدا. وفي سؤال آخر كان مين أكثر يوتيوبر ما بتحبه رغدة؟ لترد باسم عمر أبو الروب لأنها ما بتحب المحتوى اللي بيقدمه على يوتيوب. أما رغدة فسألت قمر عن حقيقة الصلح اللي كان بينها وبين لانا، لترد قمر أنها شالت البلوك عنها، لتقوم لانا بمتابعتها، وبعدها قامت قمر برد المتابعة وما حكيوا مع بعض نهائيا ولحد الآن. فشو رأيكم بتصريحات كل من رغدة وقمر؟ وشفنا مبارحة تجمع مفاجئ كان بين بيسان اسماعيل وعائلة البيوتي صدرة وشيرين وجلال وسارة مهند، واللي تعرفت عليهم لأول مرة من جديد وشاركوا ستوريات كتيرة مع بعض. وبالحديث عن بيسان اسماعيل فما شفنا اي تصريح من طرفها او تطور بخصوص خلافها مع انس الشايب، وخاصة بعض ظهوره الكبير مع قمر الطائي مؤخرا واللي حكى عنه الكثير. ولكن والجدير بالذكر انه قمر وانس تجمعهم علاقة صداقة لا غير، واكيد هالشي ما رح يزعج بيسان اسماعيل حسب ما تداوله البعض، فبيسان ايضا بتكون صديقة مقربة لقمر الطائي بنفس الوقت. أما نور ستارز وعبر برنامج بعمار اللي عرض على تلفزيون دبي مبارحة، أكدت أنها قامت بشراء فيلتين بدبي. الأولى كانت فيلا تاون هاوس متكونة من 4 غرف للاستثمار، والثانية كانت فيلا مستقلة للسكن لها ولعائلتها بدبي. فألف مبروك لنور، ما شاء الله منزل مبارك فتح الله لها فيه أبواب الخير.